سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش، انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيك ازاي يا ابو ده؟ انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلي، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هاجيلك والله العظيم هاجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلي. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكر. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعد. انت هتسحر؟ ومضى عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزيت ده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا ارضي لك. لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينة؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5 6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
أنا عايزك مبسوطة بس يا زينة. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي أبدا. بقولك إيه؟ أنا أروح أشولك دينيساية. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدينيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حصرين على المطبخ أوزة. يا لهوي. ماشي يا كابيلو. اقفش. حلاوة دي يا معلم. رش على البنات. تمام. وبعت لي عزم. حصل. يا عم انسي. يا عم انسي قلت لك مرة واتنين وعشرة شغلني. ده ايه ده مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ جراية راشد. ما تفك لي لحم دماغك شوية. لما عاوز منك حاجة هطلبها. العبد لله بقى مؤسسة. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا امسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقه في السلسله وعايز اشبكك جنبي. بس واحده واحده. بونو. يا ازاي؟ فين الواد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكارده بقالي 30 سنه، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه.